مندوبا عن سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، أطلق رئيس الوزراء عمر الرزاز المنصة التشغيلية ضمن الميثاق الوطني للتشغيل في المركز الثقافي الملكي. ويعتمد المشروع على عدة منصات، منها المنصة الوطنية للتشغيل وبرنامج خدمة وطن والارتقاء بمنظومة التدريب المهني والتقني والإطار الوطني للتمكين والتشغيل وتنظيم سوق العمل وبرنامج انهض. وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز خلال حفل إطلاق المنصة التشغيلية إن إحدى أكبر المشكلات تكمن في عدم تأهيل الخريجين للعمل، وأبدى استعداده للحكومة لتوفير أو استعداد الحكومة لتوفير مشرفين لتسهيل هذه المهمة. ونحن مستعدون أن نوفر مشرفين يكونوا موجودين في مواقع العمل لمساعدة صاحب العمل على هذه المهمة، ليست بالسهلة ولكن في غاية الضرورة وغاية الأهمية. فيما يتعلق في الحوافز الجديدة للنمو في القطاع الخاص، النمو المولد لفرص العمل للأردنيين، إن شاء الله على مدى الأسبوعين القادمين وقبل نهاية الشهر سنطلق مجموعة من الإجراءات التي ستسهم بشكل ملحوظ في تحفيز هذا النمو المشغل للأردنيين، ونرجو أن تنال قبولكم. إذن أرحب بضيفي في الاستوديو رئيس مركز بيت العمال للدراسات حمادة أبو نجمة. أهلا وسهلا بك سيد حمادة. يعني بداية، ما أهمية هذه الاستراتيجية الوطنية الجديدة؟ يعني وزارة العمل لطالما أطلقت مشاريع تشغيل في السابق، ما المميز هنا في هذا الميثاق الوطني للتشغيل الجديد؟ شكرا. أكيد هذا الميثاق يتزامن مع الارتفاع الغير مسبوق في معدلات البطالة اللي وصل إلى 19.2%، وهو ارتفاع كبير في معدلات البطالة. أيضا يتزامن مع برامج التنظيم سوق العمل اللي أعلنتها مؤخرا الحكومة الأردنية فيما يتعلق بتنظيم استخدام العمالة الوافدة واستحداث ما يسمى بالتصريح الحر والميامة، ويتزامن أيضا مع ضرورة الحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي زي ما ذكر دولة الرئيس قبل قليل، بأنه عملية برامج التشغيل يجب أن يواكبها نمو اقتصادي وتحفيز للاستثمار بحيث يولد فرص عمل تتناسب مع مؤهلات الأردنيين. هذا جانب مهم جدا، لأنه فرص العمل اللي بيستحدثها سوق العمل لا تكفي للخريجين والداخلين الجدد إلى سوق العمل. لدينا فرص عمل سنويا ما بين 40 إلى 45 ألف، بينما الداخلين إلى سوق العمل يفوق أحيانا 100 ألف سنويا. هذا بيعني ضرورة تحفيز الاقتصاد ليولد فرص عمل أكثر. العملية أهم ما جاء في هذا الميثاق هو التنسيق بين جهات متعددة. هذا الميثاق ليس ميثاق وزارة العمل، هذا ميثاق الدولة الأردنية، حتى هو ليس ميثاق الحكومة لوحدها، لأنه سيشارك في هذا الميثاق وتنفيذه القطاع الحكومي وأيضا القطاع الخاص والمجتمع المدني، والإعلام سيكون شريك أيضا، وإضافة لذلك القوات المسلحة والأمن العام والأجهزة الأمنية كافة. هذا الكلام بيعني أنه جزئية التنسيق أو ما كنا نطالب فيه فيما يسمى بالخطة، خطة الطوارئ الوطنية للتصدي لعملية لمشكلة البطالة المتفاقمة، هذا جزء مهم جدا من تنفيذها. إذن هذا التنسيق الذي تحدثت عنه وهذا الميثاق، ما المتوقع منه؟ ما النتائج التي تبغونها من هذا الميثاق الوطني للتشغيل؟ أهم ما يمكن أن نذكره في هذا الميثاق أنه تضمن محاور متعددة. المحور الأول يتعلق بتأهيل الشباب وتهيئتهم لسوق العمل من برامج تدريب وتأهيل، وأيضا العمل مع المنظومة التعليمية لتغيير بعض المفاهيم في السياسات التعليمية لتخرج منتوج من الخريجين يتناسب مع احتياجات سوق العمل. هذا الجانب الأول. الجانب الآخر وهو ما يتعلق بالنمو الاقتصادي اللي ذكرناه ليولد فرص عمل، والجانب المهم الآخر هو تحفيز الاقتصاد بحيث يكون هناك فرص عمل لائقة وتوفير ظروف عمل جاذبة للأردنيين. نعم. من خلال عدد من البرامج، احنا لدينا تأمين التعطل عن العمل في الضمان الاجتماعي، لدينا تأمين الأمومة، كل هاي محفزات لدخول سوق العمل، أضيف عليها مؤخرا
موضوع العمل المرن اللي هو بتناسب مع ذوي المسؤوليات العائلية، من بحيث أنه يعملوا في ساعات مرنة في أوقات مرنة بحيث تتناسب مع ظروفهم. وأيضا سيضاف إلى ذلك عامل مهم جدا وهو التأمين الصحي اللي العمال كانوا يطالبوا فيه منذ زمن. التأمين الصحي الآن هم يعني غير موجود في القطاع الخاص، سيوفر هذا البرنامج تأمين صحي للعمال اللي بيعملوا في القطاع الخاص مماثل للتأمين الصحي المتوفر للموظفين الحكومة. هذا شيء إيجابي ومحفز كبير جدا للقطاع، للتوجه نحو للعمل نحو القطاع الخاص. بنعرف انه القطاع العام الان بدأ تطمحل فرص العمل فيه، وهذا شيء طبيعي لانه الدوله الاصل فيها ان تكون فرص العمل تتوفر في القطاع الخاص وهو الوعاء الاكبر لاستيعاب العماله وليس القطاع العام. هذا شيء ايجابي. اريد ان اتحدث هنا عن نقطه التدريب التي ذكرتها. عندما نتحدث عن التشغيل لطالما تحدثنا عن التدريب، الى اي مدى قطعنا شوط حقيقي في مساله التدريب؟ المهم جدا أن نعرف بأنه عملية التدريب يجب أن تكون بالتعاون مع القطاع الخاص. للأسف على مدار السنوات الماضية كاملة ومنذ عقود، عملية التدريب تتولها الحكومة وبشكل خاص مؤسسة التدريب المهني، وبذلت المؤسسة جهود كبيرة في السنوات الماضية. ولكن الآن في ما هو مستحدث سواء في هذا الميثاق وما قبله هو عملية التنسيق بين القطاعين العام والخاص في وضع برامج التدريب والتشغيل وما يسمى بالتدريب في مواقع العمل on job training، وذكرها الميثاق بوضوح وأكد عليها في بعملية التنسيق المباشر بين القطاعين العام والخاص في عملية التدريب بحيث يكون التدريب منسجم مع احتياجات صاحب العمل بذاته، ويكون التدريب جزء منه، جزء مهم جدا منه في موقع العمل لدى صاحب العمل نفسه حتى يستكمل المتدرب عمله مباشرة بعد إنهاء برنامج التدريبي. ولهذا السبب راح تكون الجهود، جهود عملية التدريب مكرسة لفرص عمل حقيقية وليست عشوائية، وهذا شيء مهم جدا لأنه حتى الخريج بنفسه يعي بأنه هو يتدرب ليحصل على فرصة عمل، وهذا مهم له للاستمرار ولتحفيزه على أنه يبذل جهد مناسب في التدريب حتى يحصل على فرصة عمل لائقة ومناسبة تنسجم مع احتياجاته وطموحه. وجانب التدريب أيضا إضافة للتنسيق مع القطاع الخاص يحتاج إلى تنسيق مع المؤسسات الأخرى الحكومية بشكل خاص. احنا شفنا أنه الميثاق يؤكد على قطاعات مهمة وهي قطاع الإنشاءات، قطاع الزراعة، قطاع الصحة، وأيضا السياحة. كل هذه قطاعات مولدة لفرص العمل، ممكن استحداث فرص عمل فيها أكثر إذا تم التنسيق المباشر من خلال الوزارات المعنية، بمعنى كل وزارة من هذه الوزارات المعنية في هذا القطاع أن تنسق مع القطاع الخاص وتحفزه وتساعده على استحداث فرص عمل وتحل مشاكله حتى يتمكن من توليد فرص عمل مناسبة. وعملية التدريب تكون بالتعاون منها مع هذه الوزارات، بالتعاون مع وزارة العمل وأيضا القطاع الخاص. ويضاف إلى ذلك عملية تحسين بيئة وظروف العمل وتحسين الامتيازات في مواقع العمل زي ما حكينا، التأمين الصحي، يضاف إلى ذلك ظروف عمل وبيئة عمل مناسبة مريحة وفي نفس الوقت أجور مجزية. هذا كله، كل هاي شروط مهمة جدا لأن يقبل نعم. فيها فرص. يعني في مستهل حديثك ذكرت يعني أو تحدثت عن مسألة العمالة الوافدة. عندما نتحدث عن التشغيل بموازاته نتحدث عن تنظيم سوق العمالة الوافدة. إلى أين وصلنا في هذا المجال وما الذي ينقصنا بعد؟ مؤخرا زي ما بتعرفوا صدر نظام رسوم تصريح العمل الجديد، وهو ليس فقط نظام رسوم، هو يتضمن منظومة من العوامل اللي بتنظم سوق العمل وبتنظم استخدام العمالة الوافدة. واستحدث في هذا الموضوع ما يسمى بتصريح العمل عمل المياومة أو الحر، اللي من خلاله بيتم توجيه العمالة الوافدة نحو الأعمال اللي هم سوق العمل بحاجة إلها بشكل خاص بحيث يكون هناك مرونة في حركته، وفي نفس الوقت تحفيز القطاع الخاص بأن يستخدم العمالة الوافدة في حدود احتياجاته فقط، وهذا بيؤدي إلى أنه نفرض فرص عمل أكثر للأردنيين، لأنه في هناك بعض الدراسات تشير إلى أنه حوالي 30% من العمالة الوافدة تؤثر على فرص العمل للأردنيين. وبالتالي هذه الجزئية وهي الفئة من خلال تنظيم سوق العمل بشكل منظم كما هو الحال في النظام الرسومي
الذي تم إعلانه والذي سيتبع قريبا يعني نظام لتصويب أوضاع الأعمال الوافدة ومحفزات لهم وإعفاءات، ومن خلالها يتم استكمال ذلك في برامج خاصة للتشغيل لإحلال الأردني في هذه الفرص اللي بتم تنظيمها. إذن سنلمس يعني تحسن في مسألة سوق العمالة الوافدة. شكرا جزيلا لك رئيس مركز بيت العمال للدراسات السيد حمادة أبو نجمة، شكرا جزيلا. شكرا. لك.